هذه أمور طبيعية. إذا كان هذا في مجتمع طلابي الواقع بهذه الصورة هذه والانشغال بما لا فيه، وكم تعرفوا الآن كشرهم منشغلين بعضهم بعض، كل واحد يفضح خليت أموال فعلت كذا فعلت كذا، مشغولين في ما لا فائدة فيه، ما ينتفع المسلمون بما يقولون لا من الناحية العقدية ولا من الناحية العلمية. إذن فهذا الانشغال هذا يبعد الناس عن التزام. إن هذا تلاقي يسمع واحد نوتار أول مرة يتلاقى معايا يعني ما أعرف ليش صاحب عقل ماضي، فأسألني من جملة الأسئلة سألني قال لي الشيخ أنا أستمع للأناشيد إيش رأيك؟ قلت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة تانية خفيفة تانية على اللسان ثقيلة تانية في الميزان حديث تانية للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال لي أني سألت واحد قالوا الأصل فيها عدة من جواز والآن ظروف كذا، فأنا قلت له بهذه العبارة هذا الدين دين أمه ولا دين أبيه يسر فيه، قلت له كيف هذا الكلام هذا؟ قال لي شوف الشيخ كلامك حق وصواب لكن صعيب على النفس اللي تعودت. شوف نشتي الإنسان صاحب اللي عنده نضج عقلي كي كلمته في المسائل والله نفس الكلمة يقولها دائما وبدن، يقول لي هذا الدين الشيخ عند أهله رياضيات. لما غلب جانب الكلام الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وفضح الناس وما ستر مسلم ستر الله، هذه كلها يعني هذه سيكون سببا في البعد عن الله عز وجل، لأن أن تشغل نفسك بذكر الله وتسبيحه وتهليله وأن تشغل بما لا فيك فيه شيء طبيعي شيء طبيعي. فهذه نتيجة حتمية الأخ رضا. أنا عشت في باب الوان محمد أو أنه يعرف ما كانش لا سلام لا شرع صح محمد غير الرجلة خانقة باب الوان. أبا وصلنا في 89 90 وانت طالع وين تمشي سلام عليكم السلام غلب اللحية وغلب الجلباب في باب الوان، شوف مجتمع سلامي حقيقة على دعوة دعوة غيرت. إذا في شيء كما قال الشيطان فلا تلوموني لوموا أنفسكم، هذا هو الرأي. إذا فيه لوم لازم يتوجه لنا نحن، يتوجه إلى تقصيرنا بقيامنا بهذا الواجب، وهذا الواجب اللي هو عنصر أساسي. لهذا في حجة الوداع الرسول كلف الأمة الإسلامية من خلال تكليف حاضرين ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. صلاة وبركاته توقف عند ذاك الحد. قال فليبلغ الشاهد الغائب، أعطاه مسؤولية، مسؤولية إيصال ما وصل الإنسان من خير. يعني دق هذه الدعوة مش مسؤولية فرد من الأفراد، مسؤولية مجتمع كامل. وسبحان الله كي ترتب وتشوف هذاك الأمر بالتبليغ اكتفى الرسول بالحد الأدنى منه، بلغوا عني ولو آية. يعني إذا ما تستطيع فعل شيء تبلغ آية، يعني لازم تكون عندك هذيك الهمة لإيصال أدنى شيء آية توصلها. إذن فمهمة التبليغ مهمة عظيمة جدا جدا، وإيصال هذا الخير للناس مهمة ليس لما أمد. شيخ في قضية يناير كان بعض الدعاة يلبسوا عليهم يقول لهم باللي هنا ما نش نعلقوها بعيد، هذه عادة من العادة كانوا قائمة الشيخ ولا تعيد. أنا فرح لا خلينا الشيخ يقول لك هنا ما نقولوش بذلك، مش نقولوا عيد أنها عيدة كعادة كانت عند أجدادنا يفلحوا فيها ومن هكذا وإلى غير ذلك. هذا شبيه براس العام ما هوش يعيد، شبيه بالعيد الوطني تاع الثورة ما هوش يعيد، شبيه بالأكلام الأخرى كيف كيف، حتى الأخرين يقولوا نفس الشيء. والرسول لما جاء وجدهم عندهم يناير نيروز كانوا يحتفلوا به ولا لا؟ إذن كان عندهم احتفال بشيء كان مزارعين كان يقول لهم بدلوا الأسم ما تسموهش عيد.
سموه ذكرى وما عليش. إذن فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله أبدلكما بيومين خير منهما. إذن الآن أي شيء يحتفل به بأي صورة كان، الحديث يجيبه أبدلكم بغير ذلك، أي شيء كان عند الناس يفعلونه يدخل الإسلام تتنحى هذه الأشياء كلها، يبقى عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا وش كاين؟ هذا ما جعل الله لهذه الأمة من أعياده. لكم يسمونها ما ايش قال الرسول؟ سيستحلون خمرة ويسمونها بغير اسمها. هذه نفس القضية. ولهذا اللي نحن في حاجة إليه هو هذاك العودة إلى التمسك بالكتاب والسنة وعدم فتح باب العقلنا الشرعي. أنا رأيي شايف الأمور كلها أراجع لهذا الأمر. طب هريرة لما قال له ابن عباس وسمع منه حديثا أمرنا أن نتوضأ من مسة النار، فاعترض أن نتوضأ من الحميم، قال يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وسبحان الله الذي توصلت إليه، يعني ربي يجعل العلم سلطان، العقل يخدع، لكن التمرد يكون بالعادة، العاطفة والاستكبار، هذه الأشياء اللي يكون فيها. فالآن لازم تربية جيل يخضع للنص، يعني لما قال الرسول بلغوا عني ولو آية لم يزد على هذا. ممكن عند الذي لا يفقه تعلمه، أما الأصل تخاطب إنسان ماذا؟ عربي، بلغ له الآية كفاية. يزيد الأمر وضوحا، يعني عندما قال نضر الله امرأة إيش؟ سمع وقالت إيه؟ رواها وحفظها فأداها كما سمعها. معناتها لو كان شيء زيادة على الله، إلزام الناس بزيادة على هذا ليلزم الناس لا أضافه. فوعاها شو؟ وعاها كألفاظها وغيرها وأداها كما سمعها. الآن اللي يهمني أنا فهمها، تصور عنده مثلا، معليش هذاك هذاك اسمع مني معليش، أنا نبحث عن التأدية لا على في نفسه، بس شوف متخرجني خليني في الموضوع. احنا رانا في إيصال، لأني راح تقول لي هذا الكلام حنقول لك مثلا بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طيبة وكانت منها نقية أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وصل وخرج أحكام، وكانت منها أجادب أمسكت الماء نصوص كما هي بألفاظها، فجاء الناس بعد ذلك فسقوا وزرعوا وراعوا استفادوا منها. قال هنا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، ولهذا قال فأداها كما سمعها. شوف فوعها أصبح وعاء لها، أو في هذا المعنى اللي لازم يعني يفقه في وسط لها، نقدر نقول فهمها، لكن لما كان أنه يوصلها كما سمعها دليل على أن لمن أراد أن يذل الناس للشرع لابد أن يكون السبيل لذلك الحجة التي جعلها الله حجة على الناس جميعا. فأداها كما سمعها، هذه الألفاظ اللي اسمها يوصلها، معنتها هذه الألفاظ هي التي يحتاجها الناس، وهي التي فيها تغيير كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه جمع بين العلم والإيمان والعمل والعقيدة، جمع كل هذه الأشياء في منهج واحد في قول واحد. هذا ما تجده عند كل الناس، تجده إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما جعلني أقول هذه الحجة هي الملزمة، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وعلى موسى وآتيناه من لدنا ماذا؟ سلطانا مبينا، حجة وبرهانا على مخالفيه واضحا. وقال لموسى وهارون اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. لو لم يكن ذل وخضوع الناس لهذه النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، لما كان هذا الأمر من الله لنا نحن.
ولهذا أبى الله إلا أن يظهر لنا هذه الحقيقة من خلال التعامل الناس. فقصة إبراهيم مع قومه فيها وضوح، كسر الأصنام ثم جاءوا من فعل هذا بآلهتنا، قال سمعنا بتا يذكرهم قالوا فجيء أنت فعلت فعل كبيرهم، سألوه من كانوا ينطقون، قال مولنا عجل، فراجعوا إلى أنفسهم. هذه الحجة، هذا السلطان، هذا الذي يخضع له الناس، سبحان الله يخضع له.